السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح شيف سنان العبيدي. اليوم راح نسوي لكم طحين. لا صمون. اليوم راح نسوي لكم صمون. اليوم راح نسوي لكم صمون عراقي كلش طيب. طبعا هواي باوروبا يسووه ما ينجح عندهم نهائيا، وهواي ناس بغير الدول ايضا يسووه ما ينجح عندهم، يطلع عندهم قوي يعني مو هش مو. فالسبب شنو؟ ما ينفش عندكم. السبب شنو؟ الطحين. فهسه اشتريت مجموعه من الطحين على مودكم، نوعيات راح اعلمكم عليها شنو معنات هذا الطحين موجود هنا. طبعا خلال دراستي اللي درستها انا فعرفت هذا الشيء، اما بدون دراسه كان فعلا ما اعرفها. فيلا خليني اشرح لكم عليها، خليكم ويانا. طبعا بالنسبه للصمون عندنا هنا الطحين. عندنا هنا انواع، هذا الطحين الاسمر، اوكي؟ هاي الحبايه القمحايه مالته تصير سمره، الحنطه تصير سمره مثلا، اوكي؟ فهذا الطحين الاسمر اللي تشترون الصمون الاسمر هذا يكون. بالنسبه للطحين الابيض ويا الانخاله، تتذكرون بالعراق من كان يجينا بوقت الحصه كنا النخله بالمنخل نطلع لنا انخاله واحد، هذا هو كان يجينا، اوكي؟ فول كورنر فايس ميل، معناته شنو؟ الطحين هو والحبايه مالته مجروش كله، هو والانخاله، اوكي؟ فهذا ايضا يشتغل صمون مو صفر هذا. يجي عندنا شنو نوعيه 550، هاي تيوب 550، هاي شنو معناتها؟ ال 550 معناتها بنسبه من الانخاله من عنده شويه هنا، يعني الحبايه كلها صايره يعني الداخل الحبايه اللب مالتها كلها مجروش، وبالاضافه شويه وياه من الانخاله يحطونه فيسموه تيوب 550. هذه التيوب 450 هاي معناتها طحين صفر، هذا مال الحلويات، هذا مال معجنات، هذا مال حلويات، اوكي؟ يعني ال 450 يصير طحين صفر، هذا اللي هو حاليا اصفر شيء مثل ما يقولون، اوكي؟ وهذا عندنا ال 550 وهذا الحبايه كامله. واذا ما عندكم لقيتوا حبايه كامله وعندكم من هذا ما عندكم 550 ما لقيتوا، طبعا من الدي ام اشتريته انا، لان الاسواق صار لي اسبوع ادور عليه ماكو، تعرفون الازمه الموجوده عندنا. زين، فتقدرون تخبطون منه هذا وتخبطون من هذا، راح يطلع عندكم صمون رهيب. فيلا هسه راح اسوي وياكم، خليكم ويانا. حلو، هنا نحط الطحين، طبعا هذا كيلو واحد طحين. انتم اذا ما عندكم ولا طحين لا تسوون كيلو واحد، بس انا عندي بعد اضافي يعني مشتري بعد واحد لا. طلع شويه من عنده عمود للعجين للخبط لهالسوالف تبقوه من عنده، اوكي؟ زين، شو تسوي دائما؟ تحطون ملح ويا الطحين. تخلطوه بهالشكل، انا مو شيء ينخلط من هسه تخلصون من عنده. شوي بعد يحتاج له ملح. حلو. زين هاي خلصنا من عنده، شو تسوون هسه؟ تجيبون نص كاسة مي، تجيبون خمرة. هاي خمرة عادية أو تريدون خمرة فريش حسب، تحلوها بالمي وتحطوها. هاي عندي واحد وهاي عندي هنا اثنين، لأن هاي مكتوب عليها عندي هنا كل كيس واحد على نص كيلو طحين. طبعا عندي حطيت كيلو يعني. ونحط شويه سكر لها، هذا السكر اللي هو الشكر. على مو شنو؟ تتفاعل الخمره ويا السكر وتطلع تموت. نخوطها بهالشكل، مي دافي مو حار، الحار يقتلها الخمره، مي دافي لازم. نخوطها بهالشكل نتركها شويه تنعجن تنخبز تختمر ونرجع لكم. اوه هسه رجعنا لكم. الخمره تفاعلت، شوفوا شلون صعدت، شوفوها صعدت. فش نسوي هسه؟ خلطه خفيفه هنا. اها انتبهنا. شوي بعد بيها منا على مود شنو؟ تصير مضبوطه. ناخذ هذا قلاص المي نحطه شوي هنا. شوي ناخذ هذا كله هنا. تتروح ويا جماعة خطين عفوا حبيبي. المهم حطينا هسه نص كاسة، وهاي صار كاسة ونص يعني قلاص ونص، اوكي؟ شو اسوي؟ طبعا يحتاج بعد شوية. هي المشكلة لازم العجينة ما تكون لا قوية ولا لينة كلش، وسط.
هسه شو اللي نسوي؟ عندنا هنا حجر، هذا حجر، اي حجر عندكم طابوقه جيبوا غسلوها وحطوها بالفرن. شنو عندكم حجر؟ اي حجر غسلوه حطوه بالفرن يصير عليه صمون طيب. طبعا ما راح اسيلكم بس بالحجر، حتى خاف اللي ما عنده حجر واللي ما يقدر يجيبه اسوي لكم ايضا بصينيه الفرن. هاي هي صينيه الفرن نفسها، راح اسوي لكم هنا واسوي لكم هنا واشوف يا هو الانجح ويا هو الاحسن على مود تعرفون. زين طبعا هاي اللي يريد يشتريها من الامازون موجوده، اكتب شتاين بلاته اوكي خلاص، طبعا بالالماني ذاك يعني. فيلا خليكم ويانا. نسيت اقول لكم هسه لازم شو اسوي؟ اروح اشغل الفرن على العالي ونخليه بيه على مود تحمى. فيلا هذا الفرن اصدقائي شغلته فوق وجوه، خلوه على اعلى شيء اوكي. هسه انا حاليا عندي اعلى شيء 250 والفوق والجو مشغلهن، انتظر يحمل الفرن وبما تختمر العجينه وارجع لكم. يلا وهسه هسه حسوي لكم انا وحده، نروح هسه وحده نقول بسم الله. ناريلو تعي يلا تعي، شنو السنان لازم كم ناطيني اياها؟ يلا تمشي تمشي انا هنا شوي شوي نبعوها. هو الافضل يكون وصله وبها طحين. شلون هيك سويتها؟ حتى خلي شوي يعني رش بوجهها. يلا هاي على طريقتي، ما علي انا بطريقتك. يلا ماشي مقبول منك. مسح مسح زين، انا هاي على طريقتي. اه عفوا يلا على طريقتي صحيح. انا مسيت لها خطيه. يلا شوي رجلي شنو حتى تبين. اي هاي صارت عرموطه. لا سنان تطلع سنان تطلع سنان لا سنان سنان دبعوها حشانها. هاي هذا الشيء بس رفعيها تعم وتنفش شوي هيك بقى، رفعيها من النص وسحبيها من النص من النص من النص من الطرف من الطرف بس هدف هاي قبلها. انت تبين تجي الا وين ما صورت تجي صحيح. ها عيني قولي يلا سنان طيب تحته تحته. يلا هاي تحته شوي بيها طحين تحته طبعا. شوفوا عيني اعزائنا المشاهدين نحط لها شويه طحين. اي بس ايش حيشيلها؟ وبعدين تقول لي شيل لي اياها وبعدين تقول شو اسمه انا سويتها. يلا نزيت بسم الله. لا ما نزيت زينه شويه نزيت شوي اخري خلي يشوفوها. اهم شي الطعم اهم شي النفخة مو اهم شي الشكل. قلبيها هاي قلبيها يلا وحنحط بوجهها مي وطحين. يلا كمليها مي وطحين وشنو بعد وياها؟ تيدون سمسم تيدون حبة سودة حبة حلوة باللي انت بتحبوه. شير هاي صمونتي خلاص؟ هاي ما ادري راح تحترق. وهاي اصدقائي صمونتنا صارت الا ربع نسيناها بس زين. طبعا شوفوا هنا شو تسوون؟ تقربوها على العين العاليه فوق اوكي. حطيت لان اذا حطها هنا راح تصير بعيده فخليت جواها تبسي وشوي على مش شنو تصير قريبه على هاي الفوق. زين شو تسوون بعد؟ طفوا العين الجو ما تحتاجوها بس تحمل البلاته. يلا تعالي تعالي حطي هاي هسه مال النور هنا. انا سويتها. يلا هنشوفها شلونها راح تصير. شوفوها هسه نسد الباب وننتظرها. طبعا شوف الطحين صار هنا شوف شو قلت النفخ. شوف
يلا قعدي كأنها هاي لما تقعد من النوم. يلا يا عافيه يقوم غسل وجهك. النفخت هاي الصمونه سويتها والباقي نفس الشيء كل النفخه همين. اوكي ف عمو تعرفون شنو الصمون الحجر شو يسوي. هسه راح اسوي لكم تجربه ايضا بالصمون الثاني اللي يكون على من دون حجره راح اسوي لكم اياه. فخليكم ويانا شوفوا الفيديو. طبعا هاي كلن سويتين هيك نفس الشيء. باعوا شلون يطلع رهيب رهيب ايش قد ما تصورون مو طبيعي. هيا باخ شوفوا شوفوا هلا 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 بيهم هلا الا مو طبيعيه. يلا نقلب على الوجه الثاني شويه ونرجع لكم نكمل لكم اياها بالصفحه الثانيه اللي تكون على الصينيه. يلا ها شنو كافي مو شفناها عيني. يلا اي هسه راح نحطها على هاي الزقاي على مود اللي ما عنده حجره يقدر يسويها هنا. هسه حاليا راح نحطها على الصينيه. اوكي اللي ما عنده حجره ونشوف شنو الفرق. هاي الصينيه حطيناها وهسه نشوف شنو الفرق. راح تصعد لا حتى هي نفس العجينه ونفس الشيء بس حتى نعرف الفرق شنو اللي راح يصير. يلا عيني هاي طبعا تقوم مثل يوسف ما تقوم من النوم الصبح يا علي كيفها. اي لا عائلة تقوم على السريع عائلة عائلة على الحجرة تكون عائلة سريعة من تقوم من النوم. وهسه اصدقائي نفتحها الهاية خربها شوفوا شلون النفخة ايضا وكل الزينة بس بالحجرة تكون افضل تنفخ اكثر بالحجرة تنفخ اكثر. هسه نطلعها صارت استوت على التمام. وهسه اصدقائي شوفوا شلون الصمون عيني يلعب وياها. هاي صمونة نوري صحيح وهاي صمونتي باعوها شلون؟ هاي صمونتي وهاي صمونتي هاي صمونتي صمونتي فحصه صمونتي بس شيلها الله عليك اول وحده واعوي شلون مفعوصه. هاي مسوي ريجيم. هاي شنو قصدك صمونتي سمينه؟ المهم اصدقائي طبعا شنو؟ فلافل هنا وياها شويه فجل شويه طماطه شويه جرجير وشويه شنو اهم شيء عندنا ويا الفلافل صاص. طبعا الفلافل راح تنزل الحلقه مالتها ويا شيف هاني انتظروها راح تكون كلش حلوه ويا استاذ هاني من عائله حبايب قلبي فكلش طيبه يعني راح تشوفوا الوصفه مالتها. فهاي اصدقائي هنا عيني الصمون هسه زين بس اقسم لنا واحده خلينا نشوفها شلونها. اكليتي مين يا بطه من وياهم نعزم نختار؟ كيفك؟ لا بلا برتقال قال لي عمي سوي واحد 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اكيد صمونتي يعني احنا نشوفها شلون. يلا صمونتك يلا نقول شوفوا شلون شوفوا هلا هلا شوفوا شلون لين هذا لين هذا الطحين نستخدم والله لا تستخدمون هذا الطحين العادي لو الف سنه ما يصير عندكم. يلا مفتحها من انا بس باعوا 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 المنظر باعوا باعوا هلا هلا هذا الصمون مال العراق التمام شوفوا شلون هلا هلا شنو رهيبه زين هسه شو نسوي؟ حط لنا شويه في الفلايه لفه سويناها شوفوا شلون داخلها ونجيب طبعا طماطاي بيها بس نجيب شنو؟ الصاص ويا الفلافل بس ناقصنا شنو؟ عنبه شلون منظر؟ يلا خلينا نذوقها هسه الفلاي هم وياها واحد الاخ هنا تعالوا خلينا نضويها شوفوا شلون يلا نقول بسم الله شوفوا شلون والله منظرها رهيب ولينا باعوا شلون لينا صمونه بسم الله والله مال الفالحه والعنبه رهيبه الصمونه الفلافل كلش طيب حلقه نزل راح تنزل ويس استاذ هاني سويناها حفله مشتركه سويناها حلقه حفله حلقه مو انا ذولتني كل ما صورت صايح باعوا ها قلبي وهاي الفلافل خل ناكل بعد ما راحت عائلة يا تم 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 تم
رهيبه الحلقه مال الفلافل. كتبوا فلافل مشير سان العبيدي، بس هاي الفلافل بالذات راح تشوفوها وين؟ بقناه استاذ هاني. سوينا فيديو مشترك بس بعدها ما نازله، هاليومين راح تنزل ان شاء الله. فانتظروا حلقه كلش حلوه، سوينا برياني وسوينا فلافل وصورناها، وكانت حلقه كلش حلوه نار، اتمنى تتابعوها. شويه صوص صوص هذا طبعا مو العصاص والصمون، صمون العراق. على فكره الجماعه على الدول العربيه، خلينا نبلعها حتى نحكي زين، الدول العربيه اللي يتفرج صمون عراقي ما يشبه اي صمون بالعالم. اوكي الصمون العراقي لانه كيفته خاص، ولو تروح الاف السنين بعد ما تلقى مثل هذا الصمون، ويبقى الطعم بس تاكله مره واحده يبقى الطعم حقك زين. فالحلقه مالته تابعوها وان شاء الله استفادوا منها وتطبقوها كلها. وكل السهله شغلتها بس الطحين الصحيح تختاروه انتو. يلا نقول لكم مع الف سلامه، باي. نسيت اقول لكم ويا بيبسي، بيبسي ضروري. ما اشترك بقناة خلي اشترك وفعل الجرس، واشترك بقناة زوج تيم يوسف، صندوق الوصف تقول بنهاية الفيديو مربعين صار. يلا باي.